أيها الشعب الليبي العظيم، أحييكم ولن أقول لكم إن النصر قادم، بل إننا نعيشها كل يوم منذ 8 أشهر، ونحن نسطر النصر الذي لم يشهده التاريخ. 40 دولة بأعتى طائراتهم وصواريخهم وتكنولوجيتهم جوا وبحرا وعملائهم برا، وها هو الشعب الليبي صامد يقاتل. فهنيئا لنا بهؤلاء الأبطال، هنيئا لنا بهؤلاء الأبطال، وهنيئا لكم أيها الليبيون بقائدكم العظيم. أطمئنكم عليه، فهو بخير والحمد لله، مؤمن بالله، معنوياته مرتفعة، يحمل السلاح ويقاتل هو وأبناؤه في الجبهات جنبا بجنب مع المجاهدين الليبيين. هذا هو معمر القذافي، قدم نفسه وأبناءه مجاهدين وشهداء. وهذا أميركم يا شعب قطر، قدم لكم ولي عهد يتبكى كالنساء على كأس العالم بعد 12 سنة. فيحق لكم أن تفتخروا بقائدكم أيها الليبيون. والخزي والعار، الخزي والعار على الحكام العرب الذين صفقوا وساعدوا في ذبح الليبيين. وللأسف الشعوب العربية ترى شعب عربي مسلم يذبح منذ 8 أشهر ولم تحرك ساكن ولم تنتفض. ولكني أوجه ندائي إلى أسود طرابلس، إلى أسود ترهونة وصقورة والشفانة، وأسود الأصابع والمشاشية والرحبات والعجلات والنوايل، إلى أسود سبها العريقة، إلى أسود بني وليد الأبية الصامدة الغالية، إلى أسود سرت الأساوس، إلى أسود بسليم والغضبة وكل أبطال طرابلس الصامدة، وإلى كل مجاهدين ليبيا من غربها إلى جنوبها. أنادي فيكم ومعتصماه ومعتصماه ومعتصماه، فاصبروا وصابروا ورابطوا وانتفضوا. يقول الله تعالى: فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أما الساكنين فأقول لهم: ما تسمعون من مهزلة عن حكومة جديدة؟ فأي حكومة هذه؟ هذه الوجوه تعرفونها جيدا، ابتداء من أبو سنة الذي قدم الولاء والطاعة إلى والدي وخان، محمود جبريل قدم الولاء والطاعة للمجاهد سيف الإسلام وخان، شلقم قدم الولاء 40 عاما وخان، التريكي الخرس قدم الولاء والطاعة 40 عاما وخان، غوغا كان نقيبا للمحامين وقدم الولاء والطاعة وخان، بالحاج الذي أقسم بالعهد ونكثه، وغيرهم وغيرهم. فهؤلاء خانوا العهد الذي قدموه، فكيف لا يخونونكم؟ وأوجه رسالة إلى ثوار الناتو إذا كانت لهم عقول يستوعبوا بها. الناتو عندما أراد احتلال أفغانستان والعراق نزلوا على الأرض لأنهم لم يجدوا خائنين يحملون السلاح ضد شعبهم، ولكن للأسف في ليبيا وجدوا من يحمل السلاح في صدر أخوه الذي يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاتقوا الله، اتقوا الله يوم لا تنفع شفاعة أحد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأخيرا أذكر كلمة أخي عندما أوصيته على نفسه وعلى إخوته في الجبهة. لن أنسى تلك الكلمة عندما قال لي: سوف أجعل من جثتنا، سوف أجعل من جثتنا طريقا ليعبر به الليبيون إلى النصر. فيا أبطال ليبيا، لا تخيبوا شهداءكم، واسأروا لهم، اسأروا لهم، اسأروا لهم، فما النصر إلا صبر ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مؤثرة، أترك التعليق لك دكتور. نعم، هي لخصت ما دار خلال